السباق إلى البيت الأبيض، من سيصل إلى هناك؟ وماذا يحمل في جعبته للأمريكيين والعالم؟ الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في 25 تشرين من هذا العام هي الانتخابات 60 لانتخاب رئيس ونائب للرئيس في البلاد ولمدة 4 سنوات. استطلاعا للرأي أظهر أن هاريس تدخل المرحلة الأخيرة من الحملة الرئاسية باعتبارها المرشح الأكثر صدقا وانضباطا والتزاما بالديمقراطية، والتي تعتزم إطلاق حملة دعائية بقيمة 90 مليون دولار خلال الأسابيع 3 المقبلة. وفي الوقت نفسه يرى أمريكيون أن هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب لديهما الرؤية الصحيحة للبلاد، وأنهما زعيمان قويان ويمكنهما الفوز في الانتخابات وقادران على التعامل مع الأزمات. أما استطلاع آخر فقد وجد أن هاريس تتمتع بميزة على ترامب في القضايا المتعلقة بالعرق وعدم المساواة والرعاية الصحية، في حين يميل آخرون إلى الاعتقاد بأن ترامب في وضع أفضل للتعامل مع الاقتصاد والهجرة. ومن المقرر أن يخوض ترامب المرشح الجمهوري وهاريس عن الحزب الديمقراطي مناظرة في 10 من شهر أيلول. وإلى موقع نائب الرئيس، حيث وافق مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأمريكي تيم ويلز على مناظرة منافسه الجمهوري جي دي فانس في 1 من تشرين الأول، وهو أحد 4 مواعيد تم اقتراحها لمناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس.